سيما الحين مديرة المهرجان الإقليمي للحناء تارودان في نسخته الرابعة. اليوم شهدنا واحد العرس كبير اللي احتفلنا به بالحناء وبالرمزية ديالها في الثقافة المغربية الأمازيغية مع مجموعة من الدول اللي كانوا ضيوف شرف، منهم الهند، منهم تونس، الجزائر، وكذلك دول أجنبية اللي غادي يزورونا طيلة أيام المعرض لألمانيا وفرنسا. هادشي كامل باش ندير واحد التثمين والتسويق المنتوج ديال الحناء، وتحت شعار دار الحناء دعم أساسية للتنمية الاقتصاد التضامني والمرأة القروية. وكذلك عندنا هدف باش نبينوا لجميع الناس أن المرأة القروية قادرة أنها تخلق موعد، قادرة تخلق حدث كبير. شكرا جزيلا لكل الداعمين. فاتحة رجب رئيس جمعية التراث البيئة والتنمية البشرية، جي ضيفة في مهرجان الحناء للطبعة الرابعة تارودان. احنا فرحانين بوجودنا في المغرب، احنا هذه دعوة الاولى لمشاركة الاولى لينا كبلد في الجزائر كوفد جزائري. جينا وجبنا تراثنا معنا، جبنا عاداتنا وتقاليدنا. كنتوا تشوفوا في الحفل هذا كانت البنات لابسات اللباس التقليدي الجزائري اللي نلبسوه في الاعراس تاعنا. ايضا جبنا بعض الالبسه التقليديه القبائليه بالحولي التقليديه كذلك. هذا التكريم بمثابة حافز كبير للصحفيين الشباب باعتبارك صحفي شاب بجهة جسماسة، وأيضا هذا تشريف أو تكليف أكثر ما هو تشريف للجسم الصحفي بجهة جسماسة وأيضا على الصعيد الوطني، من أجل أن نبذل المزيد من الجهودات لنقل صوت المواطن ومعاناته وظروفه وأيضا المشاكل التي يتخبط فيها في سواء في القرى أو في المدن. كنت سناء الحيان رئيسة جمعية تأمد الخير للتنمية الاجتماعية المنظمة لمهرجان الحناء الإقليمي لدوزال في نسخته الرابعة هذه السنة. هذه السنة عرفت العديد من التجديد موكب الحناء الذي كان غني بالثقافات المغربية والجزائرية والتونسية من خلال تقاسم تجربة يوم العرس بالنسبة للعروس المغربية والعروس الجزائرية والعروس التونسية. كانوا معنا فقرات جميلة في بلاطو الفني، بينهم الفنان حاتم إدار، فرقة أشكاين، الرئيس عربة تيكي، والفولكلور المغربي بتشكيلته الذي نفتخر به. الحمد لله قدرنا نحقق هدف اللي كان رسمينه اللي هو أننا النسخة الرابعة تكون مختلفة على النسخة الثالثة، والحمد لله وصلنا لها.